كيفك عرفنا نفسك؟ أنا اسمي وائل عتيلي، أحد مؤسسي شركة خرابيش. شركة خرابيش هي شبكة إعلامية خاصة بمستخدمي الإنترنت العرب حول العالم. إحنا بنقوم بإنتاج ونشر برامج ترفيهية للشباب العربي، وطبعا بنقوم بإنتاج أعمالنا بشكل خاص لتكون يتم استخدامها أو نشرها عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف الخلوية. شبكة خرابيش من أكثر شبكات الترفيه الإلكتروني على الإنترنت، يعني معروفة في العالم العربي وخاصة دولة قطر. فكنا عايزين حضرتك كيف تقيم انتشار الشبكة وسط المستخدمين العرب، وأهم التحديات اللي بتقابلكم؟ طبعا يعني بجوز الانترنت فتح لنا المجال انه بالانتشار السريع، واعطانا المجال انه يكون في عندنا سقف حريه عالي، اعطانا المجال انه نخاطب الشباب مباشره، نتفاعل معهم بشكل مباشر. التقنيه والتكنولوجيا بالانترنت سمحت لنا المجال انه نتواصل مع الشباب العربي وين ما كان، نفهم همومهم وقضاياهم ونحاول نعبر عن آرائهم. بجوز إحنا التكنولوجيا كمان عملت قلب لطريقة كيف الوسائل الإعلام عمالها عم تشتغل، من خلال إنه صار في عنا رئيس التحرير هم الجمهور نفسه وليس العكس، يعني إنه رئيس التحرير بيكون شخص، لا، عنا إحنا رئيس التحرير هم الجمهور. خلينا نحكي طريقة كمان تفاعل الناس مع المحتوى تبعنا من خلال النقاشات ومن خلال الديسكشن، هذا ولد إشي جديد بنسميه اللي هو السوشيال أنيميشن أو السوشيال برودكشن أو السوشيال ميديا، اللي هي عبارة عن محتوى إعلامي يخاطب القضايا الاجتماعية والهموم اليومية للشباب، سواء كان الشباب العربي أو الشعوب العربية بشكل عام. طبعا التكنولوجيا وفرت لنا بيئة رخيصة الثمن بالإنتاج وبالنشر وسرعة كمان، يعني أنت بمجرد أنه يصير في عنا حدث معين صار في عنا إمكانية أنه ننتج عمل يعلق على هذا الحدث ونطلعه للناس، نشاركه بمواقع الاجتماعية، وبالتالي يصير في عليه نقاشات ويصير في عليه حوارات. فبالتالي صفى أعمالنا مش فقط أعمال ترفيهية، وإنما هي أعمال تحمل بطابعها رغبة الشباب بالتغيير وبمستقبل أفضل، خصوصاً إحنا بنحكي عن الشباب العربي. طب أهم التحديات بالنسبة لكم؟ أهم التحديات في صراحة كتير تحديات. خلينا نحكي من ناحية البزنس موديل أو فكرة العمل أو النواحي الاقتصادية، بحيث انه كيف احنا نترجم هذا النجاح لنجاح اقتصادي. هذا تحدي كتير كبير، وبدخل فيه عوامل كتيرة، انه دور المزودي الخدمة، دور الشركات، دور الاعلام والقطاع الاعلامي والقطاع الاعلاني بالمنطقة. والتحدي الاكبر كمان صراحة بتغيير القناعات عند الناس، لانه هلأ المعلنين في عندهم قناعات قديمة بما يتعلق بشو نوع المحتوى اللي لازم يعلنوا فيه، بينما احنا شوي نوع المحتوى تبعنا شوي جريء وبلاقي يعني قد لا يكون مناسب لخلينا نحكي سياسات القديمة تبعت الشركات. لازم الشركات والمعلنين يتحلوا بالجرأة أكثر، لأنه احنا بنعيش بزمن غير عن الزمن اللي قبل، في كتير حواجز اجتماعية، حواجز سياسية تم تحريرها، وبالتالي الشباب العربي بيطمح لأشياء سقف حرية أعلى وسقف إبداع أكثر، وبالتالي هذا تحتاج كمان إلى إيمان من قبل الشركات بأنه والمعلنين أنه يا عمي هذا هو المطلوب وهذا هو خلينا نحكي السائد، وعلينا أنه نآمن فيه وندعمه. فمن ناحية خلينا نحكي من ناحية هذا الجانب الأساسي. الجانب كمان التحدي الأكبر، كيف تقنعي المعلن كمان انه يغير وجهة نظره تجاه الاعلام الانترنت، لانه عندهم كتير قناعة انه الاعلام التلفزيوني والاعلام ووسائل الاعلام الاخرى هي السائدة، بينما الاعلام الانترنت شوي ضعيف مقارنة بهذا. هذا اعتقادهم، احنا اللي بنحاول نثبته انه لا، انه اعلام الانترنت في هذه الفترة من الزمن في هذا التاريخ
هو عبارة يعني عمالة عم بطلع بشكل كتير قوي، عمالة عم بنافس وسائل الإعلام الأخرى، ونتمنى أنه نثبت هذا الحكي يعني. طيب كيف استفادت خرابيش أو كيف اقتحمت عالم الجوال أو الهواتف الذكية؟ هلا احنا قصتنا بلشت مع الجوال، يعني احنا في بداية بال 2005 يعني كانت الفكرة انه بدنا، كانت وقتها خلينا نحكي الأجهزة الخلوية بدأت تتطور، صار في عنا شاشات أكبر، صار في عنا أجهزة خلوية تحتوي على عدة ألوان وكذا، فكان وانتشرت تقنية الـ MMS، وبلش نشوف محتوى آخر، يعني بلش نشوف أنه الهاتف الخلوي لم يعد فقط للمكالمات، وبنفس الوقت كان في عنا تطور بالإنترنت بهذاك الوقت، بلش عنا يوتيوب وفليكر وفيسبوك وكلها تنتشر في الوطن العربي، فكان إيماننا أنه هدول القنوات راح تفتح لنا مجال أنه نقدر ننشر أعمالنا وأفكارنا وخلينا نحكي إبداعاتنا. فأسسنا شركة خرابيش بال 2008 لإنتاج محتوى خاص بالهواتف الخلوية والإنترنت، وكانت الفكرة فيها أنه نتوجه لمزودي الخدمة الموبايل أوبريتر ونصير انه ننشر ونبيع اعمالنا وقنواتنا على الهواتف الخلوية. في 2006 كان في انتشار واسع صراحة للواب بوش والفيديو ستريمينج عند الجوال، ولكن بسبب كتير ظروف صراحة بلشت هذه تنزل، يعني بلشت خلينا نحكي كسوق انه ايرادات عمالها عم بنزل كتير سوق الواب بوش والهاي. فلما فتحنا احنا بال 2008 خرابيش كان اوريدي خلينا نحكي السوق عماله نازل من ناحيه الويب بوش والفيديو ستريم والموبايل، اللي سياسات منها كتير انه يعني راح اكون شوي صريح وراح احكي فيها بالبرزنتيشن، انه اول شيء حسينا انه اول شيء احنا كنا ثيرد بارتي يعني ناس ثالثين، يعني لسه عشان نحكي مع الموبايل اوبريتر بدنا نحكي مع كونتنت اجريجيتور او بدنا نحكي مع شركات، وهي الشركات هي بتحكي مع الموبايل اوبريتر والموبايل اوبريتر بيفتحوا لنا قنوات، فكانت في يعني سلسله طويله من الاجراءات في توقيع العقود وعبل ما يتم موافقه على عملنا. المشكله انه حسينا انه الموبايل اوبريتر بلشوا ياخذوا دور انه الناشر، وهم مش مؤهلين انهم يكونوا ناشرين، يعني معظم وكانوا بيعتبروا الترفيه على الانترنت عباره عن فاس بسموها فادد اليو سيرفيسز وليس انترتينمنت، يعني فبالتالي كان عقلية الناس اللي بيشتغلوا بالفاليو ادد سيرفيسز هي عقلية هندسية وليس عقلية إعلامية، فبالتالي كان شخص مهندس أو شخص خلينا نحكي ماركتينج هو اللي عمال عم بتحكم شو نوع الكونتنت اللي يطلع، شو نوع المحتوى اللي يطلع، فبالتالي ما كان عنده أي خبرة في المجال، فهذا أدى إلى عدم وجود استراتيجية واضحة عند المشغلين بكيفية. المهم يعني وطبعا ظروف اخرى تقنيه وظروف اخرى خلينا نحكي ماليه، انه كانت تتاخر الدفعات وكذا وعدم دقه في التقارير، وكل هاي الظروف ادت في بالنهايه انه احنا نوصل لمرحله ما كنا متاملين فيها من ناحيه المحتوى، وبالتالي توجهنا للانترنت. الانترنت بانتشار اليوتيوب صراحه واليوتيوب والهواتف الذكيه طبعا كانت العامل الاساسي في انه الواب بوش والفيديو ستريمينج على الموبايل خلينا نحكي تنتهي، انه ببساطة صرت انت بامكانك تحضر الفيديوهات مجانا بكل بساطة، اي فيديو بدك اياه انت بتحضريه مجانا خلال الهاتف الذكي تبعك او من خلال اليوتيوب، وبالتالي ما في داعي انه الواحد يدفع مصاري لانه كان بيدفع مصاري كتير. فتوجهنا نحو اليوتيوب وتوجهنا نحو الشبكات الاجتماعية وتوجهنا نحو الانترنت، وكان عندنا صراحة تحدي لأنه إحنا طبيعة المحتوى تبعنا كان كتير جريء وكان كتير عفوي وتجريبي، فبالتالي كان كتير ينرفض من المشغلين مزودين الخدمة خوفا على البراند تبعهم، خوفا على الهوية المؤسسية تبعتهم وتأثيرها عليهم، فبالتالي إحنا تحديا رحنا بدأنا ننشر أعمالنا على الإنترنت حتى نجرب إنه هل أعمالنا إحنا فعلا ما بتعجب الناس ولا لا، وبالتالي اكتشفنا إن لا أعمالنا بتعجب الناس وانتشرت ولاقت نجاح كتير واسع.
هلا من ناحيه الموبايل عم نطلع على الارقام الفيورشيب تبعتنا، عندنا 20% من المشاهدات عم تيجي عن طريق الهواتف الخلويه. صار عندنا تجربه من ناحيه الهاي، صار عندنا تجربه مع جوجل، جوجل طوروا زي بلاتفورم من خلالها انت بتقدري تبني يور الاندرويد والايفون ابلكيشن تبعك، ومن خلاله بتقدري انت تنشري اعمالك فيديوهاتك على 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 الهواتف الخلويه. مش بس هيك، في عندنا اهتمام اكثر انه يكون في عندنا للموقع تبعنا خلينا نحكي تصميم خاص للهواتف الخلوية، وهذا كتير مهم. يعني مش بس والله الواحد يطور تطبيق أو أبليكيشن، لا، ممكن إنه يكون تواجده على الهواتف الخلوية كموقع مصمم خصيصا للهواتف اللي نسميها HTML5 website well designed، يكون مصمم خصيصا للمشاهدة عبر الهواتف النقالة. وبالتالي هلأ بإمكان الناس أي إنسان يجي يشوف الفيديوهات تبعونا. يعني أنا بقول لك يعني الأرقام تشير إنه 20% تقريبا، هذا رقم مش كتير، يعني أنت بتحكي عن 15 مليون مشاهدة، 20% منهم رقم مش قليل يعني. طيب، لازال قطاع أو مجال الترفيه الإلكتروني محدود في العالم العربي، كيف تقيم المجال وكيف تقيم المحتوى العربي اللي بتقدمه الشركات للناس دلوقتي خاصة في الترفيه الرقمي؟ يعني أنا صراحة ضد إنه فكرة إنه بالعالم العربي الترفيه الإلكتروني وإنه محدود، بالعكس أنا شايف إنه إحنا بنشهد عصر نهضة. يعني إحنا من الأرقام تشير إنه أكثر الوطن العربي من أكثر الدول مشاهدة لليوتيوب في العالم كله. يعني احنا بنحكي عن ارقام، من السعودية لحالة عندنا 80 مليون مشاهدة يوميا، انت بتحكي عن 160 ل 200 مليون مشاهدة يوميا من المنطقة العربية، يعني بكل المقاييس طبعا. ولدرجة مجال الانتاج يعني انا صراحة بحكيها ما قبل الثورات وما بعد الثورات. ما قبل الثورات كنت بأيدك انه ما فيش انتاج، بعد الثورات أشياء مهولة نراها يوميا من الشباب العربي من كل، حتى عم بشوف إنه في هجرة من الإعلاميين العرب نحو الإنترنت. بظن إنه إحنا بنشهد عصر نهضة، وبظن إنه في إنتاجات مخيفة وصراحة فكريا وتقنيا متطورة ولا يستهان بها أبدا. سقف حريتها أعلى بكثير من الإعلام التقليدي أو الإعلام التلفزيوني أو أي إعلام آخر. الإبداع فيها ملوش حدود، والتجارب اللي عمالنا عم نشوفها تنبئ مستقبل كتير واعد. إيه المشاريع المستقبلية اللي بتعملون عليها؟ مشاريع مستقبلية، هلأ إحنا خرابيش أطلقنا موقعنا الإلكتروني بشهر واحد. مشاريعنا أنه نطور بناء على الموقع الإلكتروني، نطور خلينا نحكي طرق نشرنا للأعمال، ومشاريعنا كمان ندخل بموضوع التجارة الإلكترونية من خلال تسويق منتجاتنا المبنية على الشخصيات تبعتنا والمبنية على الأعمال. في كمان كتير يعني بالمستقبل أمامنا إنتاجات كتير، بنحب نزيد المحتوى تبعنا من ناحية عدد البرامج وتنوعها وخلينا نحكي والكواليتي تبعتها. ففي قدامنا طريق طويل، يعني إحنا بنعتبر حالنا لسه بالبداية، يعني أمامنا كتير طويل، طريق طويلة إن نطور المحتوى تبعنا، نزيد من انتشارنا ونسوق أعمالنا تجاريا أكثر، لأنه بهمنا أنه نثبت أنه الإعلام الجديد، الإعلام الإنترنت، إعلام الموبايل قادر على أنه يصنع صناعة مربحة ماديا، عشان كل المواهب العربية تكون عندها القدرة. يعني تخيلي أنت تقدر تدمج بين الحرية وبين الاقتصاد، بتوقع أنه هذا رح يشكل عامل كتير قوي ومنافس للإعلام التلفزيوني. شكرا.